أجدد الأخبار من i24 News. أهلا بكم. والبداية من سوريا، حيث قتل ما يزيد عن 20 شخصا على الأقل في غارات نسبت إلى الطائرات الروسية، وذلك على سوق شعبي في محافظة إدلب شمال غربية سوريا. وتتعرض المحافظة منذ نحو 3 أشهر لقصف عنيف تشنه طائرات روسيا والحكومة السورية، فضلا عن اندلاع معارك عنيفة تتركز في ريف حماة الشمالي. ويعزو الطرفان الروسي والسوري غاراتهم إلى تواجد فصائل إسلامية متشددة في تلك المناطق، على رأسها هيئة تحرير الشام. قتل ما لا يقل عن 5 أشخاص وجرح آخرون جراء تفجير سيارة مفخخة عند نقطة تفتيش أمنية في العاصمة الصومالية مقديشو. ويأتي التفجير بعد أسبوع من إطلاق تحذيرات أمنية حول وقوع تفجيرات قد تستهدف نقاط حساسة في العاصمة الصومالية، وعادة ما تنفذ حركة الشباب الصومالية المتشددة والمرتبطة بتنظيم القاعدة هجمات من هذا النوع. شرعت السلطات الإسرائيلية منذ صباح اليوم في هدم عدة مبان تحوي 100 شقة سكنية، وذلك في منطقة وادي الحمص بقرية صور باهر جنوبي القدس. واقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي وادي الحمص مصحوبة بالجرافات والآليات العسكرية قبل تطويقها للمباني وإخلاء سكانها بالقوة. من ناحيته، طالب مجلس الوزراء الفلسطيني المجتمع الدولي بالتدخل، لا سيما أن الهدم وقع في مناطق مصنفة ألف وباء الخاضعة سيطرة السلطة الفلسطينية وفق الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل. هذه المنطقة، هذه المباني مرخصة بالمناسبة من قبل وزارة الحكومة المحلية الفلسطينية لأنها تقع في منطقة ألف، وبالتالي يمتلك أصحاب هذه المباني ترخيص البناء، والآن تنتهك هذه التصاريح. البناء مرخص البناء من قبل جيش الاحتلال، هذا الجيش الذي لا يعير بالقانون الدولي ولا القانون الإنساني ولا المعايير الأخلاقية وأي اهتمام أو أي احترام. أعلنت السلطات الإيرانية توقيف 17 شخصا متهمين بالتخابر لصالح الولايات المتحدة. وقال مدير دائرة مكافحة التجسس في وزارة الاستخبارات الإيرانية إنه قد تم تفكيك شبكة تجسس تعمل لصالح وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA، وذلك أو في أواسط تموز يوليو، مضيفا أن الأحكام المفروضة عليهم تتراوح بين السجن والإعدام. لوح وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الاثنين بأن بلاده ستطلق عملية عسكرية شرق الفرات في سوريا إذا لم تتأسس المنطقة الآمنة المزمع هناك، أي حيث تتواجد عناصر وحدات حماية الشعب الكردية. جاء هذا على هامش التقاء أوغلو المبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري، وحول الأزمة بين أنقرة وواشنطن فيما يخص منظومة S-400 الروسية. استبعد أوغلو أن يفرض البيت الأبيض عقوبات على تركيا، مفيدا أن شركاء في برنامج طائرات F-35 لا يتفقون وقرار البيت الأبيض في تعليق مشاركة تركيا في البرنامج. قال ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن تطوير العلاقات مع الصين يمثل توجها استراتيجيا للإمارات. ووصل بن زايد إلى العاصمة الصينية بكين أمس الأحد في زيارة رسمية تستمر حتى الثلاثاء، ويبحث خلالها مع الرئيس الصيني شي جين بينغ وكبار المسؤولين الصينيين تعزيز العلاقة والتعاون في مجالات عدة، فضلا عن بحث مستجدات المنطقة. ينتهي اليوم تصويت المحافظين البريطانيين على خلف لرئيسة الوزراء تيريزا مي قبل إعلان النتائج غدا الثلاثاء. ويواجه رئيس بلدية لندن السابق بوريس جونسون في هذا السباق وزير الخارجية جيريمي هانت، وسط توقعات بأن يفوز جونسون الذي حصل وفق استطلاعات الرأي على 73% من الأصوات. ويتحتم على رئيس الوزراء الجديد القيام بمهام شاقة تتمثل أولها في خروج سلس لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ظنت رئيسة الإدارة الذاتية في هونغ كونغ كاري لام وصفته بالاحتجاجات العنيفة التي وقعت أمس تنديدا بمشروع قانون لتسليم مطلوبين إلى الصين. وقد اندلعت الاشتباكات بعدما فرقت الشرطة المحتجين بالقوة، فيما قال محتجون إن ملثمين اقتحموا ميدان المسيرات واعتدوا على المشاركين. نهاية الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.